بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعدنا لكم بحلقة جديدة من حلقاتنا. والنهاردة معنا حلقة جديدة وهي نصايح لضبط سرعات الدراجة الهوائية بطريقة احترافية ولأول مرة تشوفها على اليوتيوب. إن شاء الله هعلمك تظبط الدشمة الخلفية بتاعة الدراجة الهوائية بطريقة سهلة وبسيطة، وهي خطوات بسيطة خالص هنعرفها مع بعض بالفيديو ده. ولا أنت أول مرة تشوفني بفيديو على القناة، ويا ريت تشترك معايا وتفعل زر الجرس وتعمل لنا لايك عشان نوصل لأكبر عدد مشاهدين. ويلا بينا نبدأ وأول نصيحة الحلقة. معانا لضبط دروس السرعات وهي استقامة دشمة الدراجة الهوائية. الاستقامة الدشمة الهوائية بحيث إن الترس اللي فوق موازي للدشمة الخلفية من تحت. طيب إحنا دي المشكلة ديت زي ما أنت شايفها في الصورة أمام حضرتك أهيت. زي ما أنت شايف الدشمة في اليمين مظبوطة واللي في الشمال معوجة زي ما أنت شايف في الصورة اللي قدام. فلو انت عجلتك الدشمة بتاعتها معوجة، فقبل ما نظبط الدشمة وقبل ما نظبط كل حاجة لازم نعدل الدشمة. طيب هنعدل الدشمة دي ازاي؟ بطريقة سهلة وبسيطة خالص بس بحذر. ليه؟ ان انت لو مسكت، هقول لك انا بالظبط، هتمسك الدشمة من زي ما انا ماسك كده ايديا وبتبدأ تضغط على الدشمة من تحت بالطريقة دي كده، تمام؟ لحيث ان ما تخلي ان الدشمة بتاعتك ما بتيجي تبص من الجنب ده كده بتلاقي ان الدشمة بتاعتك اللي فوق قصاد اللي تحت بالظبط. دي اهم نقطة لضبط دروس السرعات، ولا اول مرة بقولها على اليوتيوب، محدش قال المعلومة دي قبل كده. فان شاء الله هديكم معلومات شيقة وقيمة جدا بالنسبة لضبط دروس السرعات. دي اول نقطة، دي اول نقطة. طيب زي ما قلت لك لازم تعملها بحذر، يعني ما اشوفش بعض الناس ممكن يوم ناتش الدشمة من هنا شديدها جامد زي ما انت شايف كده، بضغط كده ومكاسر اللي هو الدوفر معانا بتاع العجل. فلما تيجي تعدل الدشمة اللي انا بقول لك عليها دي، تضغط تحط ايدك كده بالطريقة اللي انا حاططها دي وبتضغط على الدشمة كده، بتطلعها بتوزيها مع التروس الامامية. دي اول تاني نقطة نقطة معانا معانا وهي تسقيط الغيارات، بحيث ان مبدلات السرعة اذا كان حسب شكلها، اذا كانت هي بكرة او شفطر او نحة، فكله لازم يكون على نظام اللي هو اوطى حاجة فيها، بحيث احنا لما نيجي نشد السلك لازم السلك بتاعنا يكون مش مشدود خالص. يعني بسقط الغيارات خالص وبخليها على وضع الصغير خالص زي ما انتم شايفين كده، بريح اللي هي الشفطر بتاعي برجعه، اذا كان بكرة برجعها حسب نوع الدراجة اللي معاك، تمام كده. دي تعتبر تاني نصيحة. تالت نصيحة معانا وهي نحل اللي هو فك سلك السرعات من الدشمة النهائية، تمام كده هو فك خالص، تمام، وسحبه من الدشمة الخلفية، تمام. دي تالت نصيحة. نوصل بقى لموضوعنا وأهم موضوع معانا في الحلقة، وهو الضبط مسامير اللي بنظبط أول بيها. حاجة معانا هنجيب اللي هو المفك اللي هو الصليبة، ونبدأ نشوف نربط المسمار بتاعنا أو نحل المسمار بتاعنا حسب اتجاه المسمار بتاعنا اللي هو المسمار الخارجي اللي هو في الجهة ديت، متحكم في نهاية المشوار من الجهة اليمين، والمسمار اللي هو اللي تحت ده متحكم في جهة الشمال، تمام. أول حاجة معانا زي ما انتم شايفين التروس وضعتها على التروس رقم 3 زي ما انت شايف اهوت، طب احنا عاوزين نجيب اللي هو أول ترس في المجموعة، يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى هنفك على المسمار ده. هتلاحظ ان الدشمة معاك زي ما انت شايف اهوت، خلي بالك بعد ما احل او حليت شوية في الروترة كده هتلاقي ان الترس بدأ ينزل على الترس اللي بعده. احل كمان سنة اهوت، حليت اهوت زي ما انت شايف الدشمة بتاعتي بدأت تيجي في اتجاه اليمين اهيت اهيت زي ما انت شايف اهوت، نزل على الترس اللي انا عاوزه اللي هو بداية المشوار. لو انا حليت شوية كمان ان الترس هيقع بين الفريم وبين مجموعة التروس، تمام، يبقى انا كده ظبطت مجموعة التروس. واجي ابص بقى من الجنب ده بحس بشوف ان الترس قصاد الترس بالظبط، لا واخد يمين شوية ولا شمال شوية. نفترض واخد يمين شوية اربطه سنة، واخد شمال شوية اظبطه بحيث انه يكون قصاده بالظبط، تمام. دي اول ظبطة معانا. طيب نرجع بقى دلوقتي ان مجموعة التروس مريحة فجابت التروس للترس الاوسط، الترس اللي هو الواطي. طب نعمل ايه عشان نشوف بقى التروس التانية؟ هنيجي بايدينا كده نضغط على الدشمة ونفر الطارة بتاعتنا ونشوف هنوصل لاول واخر واحد.
زي ما انت شايف كده ان الترس الاخير وصل عليه الدشم، وصل عليه الدشم بتاعي. طب هنعمل ايه؟ هنربط سنة بحيث ان انا لما باجي اشد الشفتر فوق الاقيش ان الترس ان الدشمة تخش في جراب الفرن. تمام، هنجرب كده اهوت كده، احنا ظبطنا بحيث اخر مشوار. طب ضغطنا على الدشمة لحد ما وصلنا لاخر مشوار للترس الاخير بالمنظر ده اهوت اهوت كده اهوت. لو انا ضغطت جامد قوي زي ما انت شايف بتسمع اللي هو الصوت ده. طب الصوت دي ناتج عن ايه؟ ان الدشمة بتاعي واخدة زيادة، يبقى انا هربط سنة على المسمار ده. تمام، لو المسمار واخد مشوار اخر مشوار في اتجاه الشمال زي ما انت شايف كده اهوت اهوت كده اهو بالمنظر اللي انت شايفه معايا ده. تمام، وبعد ما ظبطنا مسمار الدشمة الخلفية اللي هو المسمار الأخير اللي بيظبط المجموعة الشمال اهوت، ربطنا عليه وظبطناه زي ما انتم شايفين كده اهوت. أبدأ أشوف كده إن السرعة بتاعتي بقت مظبوطة اهوت كده بقت مظبوطة. لو رجعت تاني هتلاقي إن التروس رجعت لوضعها الطبيعي اللي طبعا إن السيستم ترجع الدشمة. طيب بعد كده فاضل إيه؟ آخر حاجة معايا وهي هنشد سلك السرعات للآخر بالطريقة دي كده اهوت، نشده ونربط المسمار بتاع الدشم دي آخر حاجة. وبعد ما ربطت مسمار الدشمة بتأكد إن السلك معايا مشدود. لو أهم حاجة مش أهم حاجة يكون مشدود كويس، دي طبعا نصيحة جامدة، لازم تكون السلك معاك مشدود. وتعالى بقى نشوف بقى السرعات بتاعتنا هتغير ولا إيه. طبعا زي ما انت شايف كده ان الترس الاخير ما جاش معايا في المجموعة ديت اللي هو الترس الاخير. في الحالة ديت هفك على المسمار اللي هو متحكم في جهة الشمال اهوت، هفك عليه سنة بسيطة اهوت. زي ما انت شايف ان السلك ساعة ما فكيت على المسمار ده الترس الجنزير طلع على الترس اللي هو عارفه على طول من غير اي مشاكل. ليه؟ ان انا عطيله امر ان هو يطلع فوق مع شدة الشفتر مع شدة الشفت، فهو زي ما انت شايف كده طلع لوحده اوتوماتيك. هبدأ انزل بقى الغيار بتاعتي تاني اهي اهوت اهوت، هغيركم برضو كمان مرة عشان الناس برضو تبقى عارفة تغيير السرعة ازاي اهو. هتفكر تاني اهوت، لكن جامد تحسين زي ما انا عاوز اهوت. وكده ان شاء الله خلصنا حلقتنا النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتقول لاصحابك على الفيديو ويا ريت تشيرها. وان شاء الله عاوزين نوصل بمشتركين كتير على القناه دي ان شاء الله. معانا معاكم اخوكم السيد كشكوشه، وكل سنه طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.